بالوعيد والسخرية، بوتين يرد على تقديم باتريوت لأوكرانيا، إيران تعتزم مواصلة تزويد روسيا بأسلحة متطورة، والموساد يتوعد، هجوم بحري روسي على أوكرانيا، وأمريكا تعتزم بالرد برا وبحرا وجوا. الشيطان يدخل الحرب، سلاح روسيا الفتاك الذي توعد به بوتين. بثالث أكبر إنفاق عسكري، اليابان تستفز الدب الروسي. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس إن ما وصفه بتورط الولايات المتحدة أعمق بكثير من حرب أوكرانيا الحالية، ساخرا من إعلان واشنطن تقديم منظومة باتريوت الدفاعية الصاروخية لكييف، واصفا إياها بالقديمة ومؤكدا أن الحرب في أوكرانيا جاءت بعد نفاذ الصبر. وأضاف بوتين في مؤتمر صحفي في العاصمة موسكو: الولايات المتحدة منخرطة في عمليات تفكيك روسيا منذ ما قبل حرب أوكرانيا بكثير. في الحقبة السوفيتية يجهزون الأرضية ويبحثون عن الناس ويحددون المعالم وما إلى ذلك. أتابع: الوضع الراهن لا يسمح بالتعمق في القصة، لكن الجميع يدرك من أين جاء كل هذا. إنها مسألة تتصل بوحدة العالم الروسي، فسياسة فرق السود تستخدم من غابر الزمان حتى الآن. إنهم الأمريكيون يحلمون ويسعون لفصلنا من أجل التحكم فينا جزءا جزءا. وردا على سؤال بشأن إعلان واشنطن تقديم نظام الباتريوت لأوكرانيا، قال بوتين: الباتريوت أنظمة دفاعية قديمة بما فيها الكفاية، ولا تعمل كما تعمل S-300 الروسية. وقال بوتين: سندمر منظومة باتريوت في حال نقلها إلى أوكرانيا، وسيحتاج الغرب إلى جلب أسلحة جديدة. وتابع: رغم ذلك ينطلق من يهاجمنا بأنه سلاح دفاعي، وسنأخذ هذا في الحسبان وسنجد له حلا، وهم بذلك يطيلون أمد النزاع. ولفت إلى أنه ستكون هناك أسلحة جديدة مع مطلع العام الجديد ستسلم إلى القوات الروسية، وستعطيها ميزة نظرا لعدم وجود مثيل لها. إيران تعتزم مواصلة تزويد روسيا بأسلحة متطورة، والموساد يتوعد. حذر رئيس الموساد دايفيد بارني اليوم الخميس من أن إيران تعمل على تعميق علاقتها الدفاعية مع روسيا ومواصلة تزويدها بأسلحة متطورة. وأضاف باريان أن وكالة المخابرات رصدت في الأشهر الأخيرة محاولات خطيرة من جانب إيران لتنفيذ هجمات إرهابية ضد إسرائيل ودول أخرى في المنطقة، بحسب ما نقلت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية. كما قال إن الموساد حذر منذ أشهر من أن إيران كانت تخطط لمساعدة روسيا، أن الأسلحة قد شقت طريقها إلى الجيش الروسي، وأشار إلى أن إسرائيل سلطت الضوء على إمداد روسيا بالأسلحة رغم الأكاذيب التي تسمعها إيران. وتابع قائلا: الأكاذيب الإيرانية ليست جديدة علينا، هناك عناصر في الغرب تطالب بتوقيع اتفاقية مع إيران وتتجاهل بشكل صارخ الأكاذيب الإيرانية الواردة في الاتفاقية نفسها. ولفت بارنيا إلى أن جهاز المخابرات الوحيد الذي لم يتفاجأ بما فعلته إيران هو الموساد. وأضاف: سيستمر الإيرانيون في التظاهر بأنهم دولة طبيعية، وفي نفس الوقت يطبقون سياسة التدمير والإرهاب والضرر الوحشي والمتطرف لمواطنيهم فقط من أجل بقاء النظام. هجوم بحري روسي على أوكرانيا، وأمريكا تعتزم الرد برا وبحرا وجوا. قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الخميس أن بلاده عازمة على استخدام جميع التدابير المناسبة لردع الهجمات الروسية على أوكرانيا جوا أو برا أو بحرا. كما أضاف بلينكن في بيان أن الكونغرس يدعم قرار إرسال منظومات باتريوت لأوكرانيا. وقال أيضا أن فرض الولايات المتحدة عقوبات على كيانات بحرية روسية يأتي في أعقاب الهجمات البحرية التي تشنها موسكو على الموانئ الأوكرانية، بما في ذلك تلك التي توفر إمدادات الغذاء والحبوب التي تمس الحاجة إليها في العالم. كذلك قال إن بلاده ملتزمة بفرض ما وصفه عواقب وخيمة إضافية على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وداعميه في الحرب الروسية على أوكرانيا. وأردف قائلا: بوتين يقوض النظام العالمي مشددا على مواصلة واشنطن دعم أوكرانيا لشن هجمات مضادة. وتابع: نعمل على حرمان روسيا من التكنولوجيا المتقدمة. الشيطان يدخل الحرب، سلاح روسيا الفتاك الذي توعد به بوتين. كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن صاروخه النووي الذي لا يمكن إيقافه الملقب بالشيطان رقم 2
سيكون جائزا عما قريب للاستخدام في الحرب، حيث تستعد البلاد لتوسيع جيشها وتجديد قواتها النووية. في خطاب ألقاه أمام مجلس الدفاع العسكري في موسكو الأربعاء، تعهد بوتين بإعطاء قوات مسلحة أي شيء تطلبه لدعم العملية العسكرية في أوكرانيا، وأكد أنه لا توجد قيود مالية على ما ستقدمه حكومته لأفرادها الذين يتولون القتال. ويهدف الشيطان اثنان إلى استبدال الصواريخ الباليستية القديمة التي تعود إلى الحقبة السوفيتية وتشكيل حجر الزاوية في الترسانة النووية الروسية. يعد هذا الصاروخ الأبعد مدى بين الصواريخ العابرة للقارات، وقادر على ضرب أهداف على بعد أكثر من 11,000 كيلومترا، وهذا يعني أن بوسعه ضرب أوروبا وأمريكا بكل سهولة. ويقول خبراء غربيون إن بوسع هذا الصاروخ حمل 10 رؤوس نووية وشراك خضاعية، أي أن بوسعه تدمير دول بأكملها مثل بريطانيا وفرنسا، وفق صحيفة تليغراف البريطانية. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أشاد في وقت سابق بالصاروخ، واصفا إياه بلا مثيل له، معتبرا أنه سيعزز قدرات الجيش الروسي. بثالث أكبر إنفاق عسكري، اليابان تستفز الدب الروسي. في تطور يوشي برفع منسوب التوتر في شرق آسيا وجنوبها، اتهمت روسيا اليابان الخميس بالتخلي عن سياستها السلمية المستمرة منذ عقود والاتجاه نحو العسكرية الجامحة، وذلك تعقيبا على خطة دفاعية بقيمة 320 مليار دولار أعلنها رئيس الوزراء فوميو كيشيدا الأسبوع الماضي. وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان: من الواضح أن طوكيو شرعت في مسار تعزيز قواتها العسكرية بصورة غير مسبوقة، بما في ذلك امتلاك القدرة على توجيه ضربات. وذكرت روسيا أن مثل هذا التحرك سيثير حتما تحديات أمنية جديدة، وسيؤدي إلى تصاعد التوتر في منطقة آسيا والمحيط الهادي. وكان البيت الأبيض قد رحب بالخطة اليابانية الجديدة، معتبرا أن السياسة الدفاعية الجديدة ستسمح بتعزيز وتحديث التحالف العسكري بين طوكيو وواشنطن. وتشير التحذيرات إلى أن دخول دول كاليابان وألمانيا لنادي سباقات التسلح سيزيد من مساحات التوتر والتأزم بعد نحو 8 عقود من انتهاء الحرب العالمية الثانية، ونأي البلدين بنفسيهما عن خيارات العسكرة. ويجادل آخرون بأن من حق اليابان الاحتياط وتعزيز قدراتها الدفاعية والردعية في ظل استقطابات ومناخات دولية متفجرة، ولا سيما بعد الحرب الروسية الأوكرانية، كما أن خطتها الدفاعية الجديدة تحظى بدعم حلفائها الغربيين وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية. إلى هنا أعزائنا المشاهدين نصل إلى نهاية هذه الحلقة. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب، ولا تنسوا أن تخبرونا بآرائكم في قسم التعليقات.